الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لاذب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه فجعل منهما الأبناء والأقارب، حمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب، تعطف عليه سبحانه وتعالى فنوع له المطاعم والمشارب. نحمده سبحانه وتعالى حمد المزيد الطامع في المطالب، وندعوه سبحانه وتعالى دعاء المستغفر الوجل التائب، أن يحفظنا جميعا ويحفظ مصر من كل شر حاضر أم غائب. رأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل شيء ثابت وسايب، أرأيت النجوم في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ساقب، أرأيت الوليد إذا التقم ثدي أمه دون علم سابق به أو تجارب، أرأيت الفرخ كيف نقر بيضته فخرج منها في الوقت المناسب، أرأيت الأنعام كيف زللت فجادت بألبانها لكل حالب، أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب، أرأيت النحل كيف رشق رحيقا من الزهور فأخرج منه الشفاء مشارب، أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهل للطير من زارع أم كاتب، إذا رأيت هذا قل له فاخشع لله فلا نجاة لعبد هارب. سبحانك ربنا وأنت القائل لموسى عليه السلام، يا موسى كن واثقا من رزق مضمون ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفذ أبدا، يا موسى لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا يزول أبدا، يا موسى لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب فلا تأمن مكري أبدا. أصلي وأسلم على رمز الكمال ورمز الجمال الذي مدحه القائل فقال: نظرت إلى قبر الحبيب فهالني نور بدا من بعده قبل قربه، فقلت إن كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد ونور محمد من نور ربه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل بقعة من بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أكون بحضراتكم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية والتلفزيون المصري، الإعلام أحمد لطفي المراقبي، ونحن في ليلة تكريم رحله الكريم صاحب الواجب دائما وصاحب الخير دائما في كل مكان، رحمة الله علي الحج محمود أبو سلامة. دينا مشاركين الأسة الكريمة كابتن طيار محمد محمود سلامة، ورجل الأعمال المعروف ممدوح محمود سلامة، شاركة أيضا الحج أحمد أبو سلامة، حج عبد اللطيف أبو سلامة، شاركة أيضا الحج عبد الرزاق عبد الغفور أبو سلامة، السيد اللواء عاطف عبد الغفور أبو سلامة، السيد اللواء عادل عبد الغفور أبو سلامة، باشمهندس علاء
عبد الغفور ابو سلامة، الحج جلال ابو سلامة، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء الى الاسة الكريمة، جميع عائلات ابو سلامة جميعا. ونحن هنا اليوم شرفت بقارئين جليلين من اعلام جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، شرفت بذلكم العلم القرآني الاذاعي وبلبل وقلوان الوطن العربي والفتى الذهبي لجمهورية مصر العربية وعزيز قراء مصر وقارئ العالم الاول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، وشرفت ايضا بذلكم العلم القرآني وابن بيت القرآن وواجهة مركز كفر صقر فضيلة مولانا الشيخ عثمان عبد المعز فرج. هيا بنا نستهل هذه الليلة والتي تنقل عبر اسير موجاتنا الصوتية والالوات الانارة واضخم محطات الديزل الكبرى حق درويش السيد درويش والمقيم بكفر صقر بشروط ضيافة الفراشة العمدة الحق عباس والمقيم بكفر صقر، واجب ضيافة العميد مثل محمد حافظ البوردي البوردية كفر صقر، هندسة الهواء والتصوير عاشق آل الشحات مهندس عمرو صقر. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ العالم الاول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إن واحد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسوله. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه يا إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته
فآمنوا بالله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن إن لم
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا مثل حظ الأنثيين.
يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والمنخنقة والموقوذة والمتردية
الرائحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقنطة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكى وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. البقرة وآل عمران آمنت برسالته المحمدية ونساؤه زوات المائدة القرآنية وأنعامه زوات القوة الفردية وأنعام أمته جاءت بالأنفال فوزعت على أهل التوبة من الأمة المحمدية. استغاث به يونس في الظلمات الفاعلية، جمل الله به هودا فنال الرفعة العلية، سمعه الخليل إبراهيم في الحجر فسمع له دوي كدوي النحل في الخلية. وبعد اخوتنا اخوت الايمان والاسلام، عشنا وسعدنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه العطره المباركه والتي تلاها على مسامع حضراتكم بلبل وقروان الوطن العربي وقارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ العالم الاول فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. تكريما لرحمنا الكريم ورحمة الله عليه الحاج محمود أبو سلامة، جئنا مشاركين الأسة الكريمة كابتن طيار محمد محمود سلامة ورجل الأعمال المعروف ممدوح محمود سلامة، الحاج أحمد سلامة، الحاج عبد اللطيف سلامة، الحاج عبد الرزاق سلامة، ست اللواء عاطف سلامة، ست اللواء عادل سلامة، باشمهندس علاء سلامة،
حق جلال سلامه جميعا لا تأبو السلام جميعا. قدمونا بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء الى الاسره الكريمه. نبت هذه التلاوه عبر اسير مديات الصوتيه لولاه الاناره وادخل معقد الديزل الكبرى حق درويش السيد درويش المقيم بكفر صقر. سر الضيافه الفراشه العمده الحق عباس والمقيم بكفر صقر. واجب ضيافه العميد المتر محمد حافظ البوردي البورديه كفر صقر. هندس الهواء والتصوير عاشق على الشحات مهندس عمرو صقر. اخوتنا اخوتي الايمان والاسلام هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.